السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، يلقاكم الفيديو نتوما في احسن حال. مازالين بطبيعة الحال في الشمال. جبت لكم اليوم بغيت نزور واحد المكان غزال، اللي هو واحد تكونوا تدوزوا عليه في الطريق. مارتيل والمضيق راه غادي تدوزوا عليه، هو واحد المركز ديال الحرف التقليديه اللي ديما تندوزو تنقول نمشي له. هو مركز زوين، الطريقه باش بانيينو، الديكور باش بانيينو، وايضا فيه تثمين بطبيعه الحال الحرف ديال الصناعه التقليديه. خليكم معايا نضرب لكم فيه واحد الجوله، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. والبنات الصناعه التقليديه اختي والفخار المغربي. احنا هنا في المركز ديال الحرف التقليديه، هذا المركز اللي جابين مارتيل وتطوان. ثم البنات من هنا هادشي كله فخار، الفخار لهيه كاين الخيش. احنا ندوزو بلاصه بلاصه. هنا كاين الزليج الفاسي، الزليج المغربي، شوفوا السقاقيات الطبيلات، يا سلام شوفوا الطبيلات كي دايرين السقايه. إنه الصانع المغربي. انتم البنات انا اخذ هذا قلت يلا سنة خذي انتي ضل بسارة. انتم البنات زين تنظروا هادو يجيو للدجاج هادي، ولكن هذا تجي فيه الحوت. ويلي 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 راه واحد المزرق فيه الحوت هذا رائع. حتى هذا هو مرسوم فيه مسنن ها هو بحال هكا فوالا هذا، ولكن هذا كلاس عليهم بلاش ديك التسنينات تقايتو حل فيها الماكلة. عتي هذا تسربا فيه شي حوته مولاتي معمرة، وتا الطول ديالو جاي ديال شي حوته كبيرة. يكون عندك نيت الطويجنات ديال هاد ديري فيهم داك مقبلات. حنا البنات عتي كنا ندخلو نطلو صدقنا المحل اللي وقفنا فيه تنقصو مودة، لأن داك الشي تيشد الانتباه، تتبقى تشوف التفاصيل، تشوف زعما التصانع التقليدي راه أي حاجة قليلة في حقه، ماشي ساهل باش يكون هادشي كلو هاند ميد، صنع يدوي ما شاء الله. شوفوا على السقايه، ما نكرهش هاد السقايه، نديها معايا والله ما نكره، نحطها في الصالون هي ديكورين زاها. لا هذا المنظر ما كاينش فنان عند مراد، شكون داها لي؟ شكون ديال امريكا؟ شكون هزها لي؟ بحال دابا هادي تقدر تمشي في شنطه، هادي يتفرش لها ويدار فوق منها الحوايج، هادي شنطه تهز هادي بوحدها. هي تقلا تلقى فيها شحال من كيلو بوحدها؟ 40 ولا 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 تديها معاك هي الشنطه راه 23 جهدها. ويلي 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 ولا تقل فين بقات؟ هي كحجم تدخل في شنطه نورمال، ولكن تقل وتخافي عليها باش لا تلبس لك. ولكن دوك اللي يدخلوها في الشنطه والشوان كيبقاو كيتسلوا. تيشبعوهم رميان صراحه، تيكرفصوا لنا الحوايج صح. هاد الشيء المنقوش شوفوا البنات المنظر من الفوق، يا سلام انت اختي. انا اخطط لك ساعه ملونه الكيسان ديال اللبن.
هادو زوينين هادو فين اللي تيعجب فيهم ساعه زوينه حتى انا عجبتني ما كرهتش انا ناخذ ساعه وكويسات ولكن صافي البنات كملنا الدوران تيهلكات نا الشمس راه فين تتصور شوفوا حتى هنا كاينين التعاونيات هذه مرسم ديال السيراميك كاين هنا تعاونيات الاعشاب تعاونيات ديال كل حاجه ديال هذا قصر الجمال لانتاج الشامبو هادو كلهم تعاونيات عندهم الفرع ديالهم هنا دايرين لهم هادو بحال مركز اولا بحال مقر ديال الجمعيات التعاونيات هذا المركز كله ديال حماية التراث والمنتجات المجالية ني صرح زوين صراحة صافي دابا غادي نمشيو سنغادر الدري فين زوين نيش صافي البنات خرجنا من مركز الفخار ديال الصناعه التقليديه وجينا اختي للفنادق قلنا ما معناش الدراري ما معناش غير نضربوا دويره نطلعوا من الفنادق مع اليوم الاخر اللي بقى لنا هذا البحر ديال الريفيين زوين حتى هو من اجمل الشواطئ حتى هما اللي هنا صراحه غادي نوريهم شوفوا البنات شكون عقل على هذا بندوش ماغنو خديت الكلاسيك عاد تنشم ريحته تنتفكر الطفوله كنا تنغسلو به ريحته ما تتنساش تحمقني هاد مالكه سلعة صبانيا اختي خير موجود تبارك الله شوفو البنات على ريحه على عجل جاجات شوف 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 سلعة الطير تسونامي شرينا واحد الشينا نسيت ما صورت عند مول الشينا صافي صلات على النبي البنات هي السبته السبته حنا خرجنا هنايا لاكوت نتمشاو شويه ونشوفو ناكلو جانا الجوع تقدينا خدينا الدراري التونيات سكورة صباح نايم مع التليفون هنا لاعب تتبغي هنا فرقة بغيتي حمقونا انتما البنات حنايا جينا قصنا الفتاة البنات جا بخير